أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، أكد أن مهرجان سموه للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة يحمل العديد من الأهداف النبيلة في نسخته الثانية التي تقام تحت شعار لنغرس بسمة خلال الفترة من 15 إلى 27 من نوفمبر الجاري. وقال سموه إن الجائزة تمثل خطاً مهماً للمبادرات الرامية لدعم الحركة الفنية والثقافية في الأوساط الشبابية، مشيراً سموه إلى أهمية إحياء الحركة المسرحية لدى الأندية الوطنية والمراكز الشبابية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. وأكد سموه أن المهرجان يحمل في طياته التأكيد على الثقة في قدرات الشباب البحريني في تحقيق هذه الخطوة من خلال مشاركات مسرحية متميزة، معربا سموه عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمشاركة إخوانه من ذوي الإعاقة في النسخة الثانية، مؤكدا أن هذه المشاركة سيكون لها بالغ الأثر في دعم حركة المسرح. وأشار سموه إلى أهمية دعم المهرجان من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة للشباب المشاركين من أجل إظهار إبداعاتهم، وذلك بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتهيئة كافة السبل الكفيلة في إبراز قدراتهم وصقلها وتطويرها، بما ينعكس بصورة واضحة على مسيرة العمل والتنمية بالمملكة وخط النهضة الشامل المنتهج من قبل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه بتواجد الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي الإعاقة المشاركين في الجائزة في نسختها الثانية، وقال سموه: نأمل في إطلاق الإبداعات بمختلف النواحي الفنية، مؤكدا أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في إثراء المهرجان فنيا وإنسانيا. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود المقدمة من اللجنة العليا المنظمة بقيادة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر. مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة للسنة الثانية على التوالي جاء ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، جاء لدعم الشباب البحريني على جميع الأصعدة، وذلك بمشاركة 5 أندية وطنية وثمان مراكز شبابية، بالإضافة إلى جمعية الصداقة للمكفوفين نيابة عن ذوي الإعاقة، وذلك بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة. حيث أكد السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة نائب راعي الحفل على أن الجائزة بنسختها الثانية باتت من أفضل الجوائز الشبابية التي تقدم للشباب في البحرين وتستقطب إبداعاتهم في فنون المسرح. نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه لفئة الشباب والمعاقين في من ذوي الإعاقة في جميع المهرجانات، وأمانة يعني نشكر وزارة الشباب والرياضة أيضا على إعادة المسرح البحريني بأمر من سمو الشيخ خالد. واليوم أمانة فرحنا بشوفة كبار فنانين البحرين اللي ذكرون بالأيام القديمة. البادرة هذه السنة الثانية على التوالي وصارت مميزة أيضا، ليست فقط أنها موجودة فيها الشباب، لا، ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين، سعدنا بتواجدهم اليوم، شيء مشرق جميل بالنسبة لمملكة البحرين. مثل ما تعرف المسرح يعتبر من أهم الفنون وهو أبو الفنون. المسرح هو أساس الحياة، أساس إحنا كمسرحيين نقول هذا المسرح مكان يتعلم فيها الطفل والكبير، المسرح مرعاة الشعوب. حضور من النخبة والمهتمين شخصت أبصارهم أمام ما قدمه المشاركون من أداء مميز بكل المقاييس، وعلاوة على ذلك تضمن الافتتاح تكريما لشخصيات مميزة وعلى رأسهم الشاعر الذي تغنى بحروفه العذبة حب البحرين وشعبها، فبات اليوم أيقونة بين فناني البحرين.
استاذ علي الشرقاوي من الناس اللي يشجعون اي موهبه او اي طاقه، له دور كبير في مسرح الشعري خصوصا الشعر المسرحي الشعري، وايضا له دور ايضا في مسرح اوال او المسارح او الحركه الثقافيه بشكل عام. بدايه اتقدم جزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفه على هذه البادره الكريمه من سموه في دعم المسرح الوطني الشبابي ودعم جيل الشباب والشباب البحريني وإعادة الروح إلى هذا المهرجان. ذكرني بسيدي صاحب الجلالة الملك الله يحفظه لما كان يرعى الفن والفنانين من بداية السبعينات والثمانينات. أعتقد سمو الشيخ خالد قاعد يخطو خطوات سيدي صاحب الجلالة، النتائج بتكون جدا جيدة. جاءت هذه المبادرة حرصا من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الموصول على الوقوف إلى جانب الشباب البحريني وتهيئة الأجواء المثالية والمتميزة أمامه من أجل مواصلة سيره في طريق الإبداع. أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما، ثقافة رسمت ملامحها أجيال مسرحية مخضرمة بذلت كل ما في وسعها لغرس بذرة نجومية على خشبة المسرح البحريني بطاقات شبابية واعدة تبشر بنقلة نوعية في مجال الفن المسرحي. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.